أخذًا في الاعتبار إن أنا لازم يكون في عندي شوية مفاهيم لازم أبقى فاهم إيه البروفيجن؟ إيه البروفيجن بتحسب إزاي؟ إيه الفرق بين البروفيجن اللي له علاقة بالأوبريشن والفرق بين الأوبريشن بالروجين البروفيجن اللي ممكن يكون له علاقة باللايبيليتي؟ لازم أبقى فاهم حساب جاري الشركاء وإيه اللعب اللي بيتعمل ممكن عليا فيه؟ سياسة توزيع الأرباح بتاعة الشركة ماشية إزاي؟ ايه اللي بيتحط في الكرنت اسيتس بالذات في الاذرز، ايه الاسيتس اللي ليها علاقه بالاوبريشن وايه اللي ما لهاش علاقه بالاوبريشن، وازاي بفرق ده عن ده، و و و شويه حاجات كده هنعرفها في اول جزء لما نيجي نتكلم على الفاينانشال ريسك. طيب تاني حاجه في الفاينانشال ريسك لازم حضرتك تبقى عارف ان احنا هنتكلم عليها كويس قوي قوي قوي، لازم تفهمينها كويس. حضرتك دايما اتكلمنا على numbers واتكلمنا على statements، لازم نتكلم على ما يسمى بالـ FSA Financial Statement Analysis أو ما يسمى تحليل القوائم المالية. خلاص حضرتك اطمنت للأرقام، حضرتك عملت ما يسمى بالكاستنج وعملت تبويب، لازم حضرتك تبقى فاهم كويس قوي إن يعني من أكتر الحاجات اللي بتفرق واحد عن التاني في الشطارة في إن هو يبقى كريدت أناليست قوي هو قدرته على إن هو يحلل القوائم المالية اللي متقدمة له من العميل بصورة كويسة، بصورة قوية. طب الصورة الكويسة والصورة القوية دي بتيجي بحاجتين. الحاجة الأولانية إن حضرتك تبقى فاهم بيزنس ريسك كويس أوي. ليه؟ علشان حضرتك تقدر تقول السبب اللي خلى الرقم زاد قل، حصل فيه ثبات، مين ايه اللي خلى كده؟ اللي خلى كده في حقيقة الأمر هو البيزنس ريسك، إن حضرتك في وضع اقتصادي معين، في وضع في الصناعة معين، الماركت شير بتاع العميل اتغير، العميل بقى عنده بوزيشن أفضل، العميل بارجيننج بار بتاعته بقت أقوى، كل ده بيفسر لحضرتك الأرقام. فان حضرتك تبقى عارف الريزون وحضرتك فاهمه كويس قوي دي نقطه في منتهى الاهميه. النقطه الثانيه ان حضرتك تقدر تعلق in very short statements، جمل صغيره، جمل محدده، جمل راحه لنقطه معينه علشان تحقق لحضرتك بمنتهى البساطه الغرض. فحضرتك في الفاينانشال ستيتمنت اناليسز حضرتك مش مطلوب منك ان انت تبقى عارف ريشوز، ان انت حافظ يعني الكالكوليشن بتاعها، لكن اللي مطلوب من حضرتك انك تبقى فاهم الريشو، تبقى فاهم الريليشن بتاع الريشو ده مع ريشوز تانية، فتبقى قادر ان انت تحلل وتتكلم وتعلق بصورة بسيطة سهلة، لان متخذ القرار دايما ما بيبقاش عنده الوقت الكافي ان هو حضرتك يقعد يقرا 20 صفحه و10 صفحات في تحليل قوائم ماليه بتاعه شركه. لكن حضرتك كل ما كان كلامك مختصر، كل ما حضرتك قدرت تدمج مجموعه مؤشرات في very small sentences، كل ما ده كان في صالح حضرتك، وكل ما ده قدر يوصل اللي انت عايز تقوله في كلمات قليله قوي. ونتذكر دايما الكلمه اللي تتقال خير القلم ما قل ودل، فكل ما كان كلامك قليل وكل ما دل ان حضرتك فاهم وكل ما جمع مجموعه ريشوز كتير مره واحده، كل ما ده بقى في مصلحتك وكل ما ده فرق معاك ان حضرتك هتقدر توصل للكونكلوجن اللي انت عايز توصله بصوره صغيره جدا وبصوره بسيطه وبصوره سهله وبصوره واضحه. فالجزء المتعلق بالفاينانشال ستيتمنت اناليسيس ان شاء الله هنشتغل على real statements بتاعت شركات listed في البورصة، هنanalyze ال statements بتاعتها، هنتعلم spreading، هنحاول ان احنا نشتغل على ال excel sheet ونقول spreading هيمشي ازاي، في نفس الوقت هنتعلم هي ratios بتعمل لها calculation ازاي، في نفس الوقت هنتعلم اهم حاجة how to comment على ratios دي. موضوع التعليق هو مدارس، يعني في أكتر من حد متبني
في مدرسة تحس إنها تقليدية قوي، يبدأ يقول لحضرتك مؤشرات الربحية، ويبدأ يقول لحضرتك مؤشرات هيكل التمويل، ويبدأ يقول لحضرتك مؤشرات خدمة الدين و و و و إحنا هنتبع مدرسة تانية مختلفة إن شاء الله. المدرسة دي بتحاول تفهم حضرتك أكتر من حاجة، بتقول لحضرتك هو الكيان اللي قدامي ده بيكسب. طيب لو هو بيكسب هل بيكبر ولا ما بيكبرش؟ فعلشان كده احنا هنبقى محتاجين نحلل ما يسمى بالجروث اند بروفيتابيلتي، يعني الشركة بتكسب، الكيان اللي بيكسب وما بيكبرش ده خطر 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 خطر. فاحنا لازم نبقى عارفين يا جماعة ان الكيان لازم يكسب ويكبر. يعني ايه يكسب ويكبر؟ يعني حضرتك انا بكسب مش بحط المكسب في جيبي، لا حضرتك انا بكسب بحط الفلوس جزء منها في البيزنس تاني علشان اتحمل انا جزء من المخاطرة واكبر البيزنس بتاعي. لو ما عملتش كده هيبقى عندنا مشكلة، ومشكلة كبيرة. ليه؟ لانه هيبقى رامي دايما الريسك كله على حضرتك. هاويفر ان هو لو بيشارك في الريسك مع حضرتك هيبقى قلبه على البيزنس، هيحافظ عليه، هيشتغل عليه، هيبقى مهم قوي بالنسبة له ان البيزنس ده يكبر. طب ايه اللي هيحقق للعميل الجروث والبروفيتابيلتي دي؟ الاسيتس بتاعته اللي هو شغال بيه. فكل ما هو كان قادر على ان هو يمانج الاسيت دي كل ما ده هيبقى يصب في مصلحته. فاذا انا لازم بعد ما اقيس الجروث والبروفيتابيلتي بتاعت العميل لازم اقيس واشوف العميل ده هاو هي مانج هيز اسيت. فبقيس حاجه اسمها الاسيت مانجمنت، بشوف الافيشنسي بتاعت المانجمنت في ان هو يدير الاصول بتاعته. بعدها لازم ابقى عارف العميل اكبر حجم دين ممكن يقدر يستحمله قد ايه، فهفهم حاجه اسمها ديت كاباسيتي، الراجل ده ينفع يستحمل ياخد فلوس ويستلف فلوس قد ايه. خد الفلوس خلاص يبقى لازم اعرف الراجل ده هيقدر يسيرفس على الديت ولا لا، عشان كده هتعلم حاجه اسمها ديت سيرفس. لو بصينا الموضوع هيمشي معانا ازاي؟ لو اتكلمنا في الفاينانشال ستيتمنت اناليسيس يا شباب، قلنا لازم اول حاجه هندرس الجروث اند بروفيتابيلتي، يبقى لازم نعرف الكيان ده بيكسب وبيكبر ولا لا. طب هنعرف ده من خلال ايه؟ الاسيت مانجمنت، الراجل ده بيدير اصوله اللي بتولد له الربحيه دي ازاي. طيب الراجل ده هينفع يستحمل دين قد ايه؟ فهنتكلم على حاجه اسمها ديت كاباسيتي. طب الراجل ده خد الديت خلاص، طب هيقدر يسيرفيس على الديت ازاي؟ ما يسمى بالديت سيرفيس. يبقى في اربع حاجات هنفهمهم في الجزء بتاع الـ FSA، لازم نبقى فاهمينهم كويس قوي، عارفينهم كويس قوي، قادرين نتكلم عليهم بصوره كويسه. واذكركم تاني ان لما نتكلم على تحليل قوائم ماليه يبقى لازم بدايه اعرف القوائم الماليه، اعرف النمبرز، اطمن لها لان ريجاردنج ليها انا بعد كده هعمل ما يسمى بالايه؟ بتحليل القوائم الماليه. بعد الجزء الخاص بتحليل القوائم الماليه، واحنا كده عرفنا الداتا انتجريتي الاول، بعد كده عرفنا الـ FSA، هنعرف حاجة اسمها اللندنج راشونال. يبقى رقم 3 اللندنج راشونال. اللندنج راشونال معناها بالعربي مناهج الإقراض. بمنتهى البساطة ايه المقصود بقصة مناهج الإقراض؟ المدارس الابروتشز اللي انا هسلف ريجاردنج ليها العميل بتاعي. الجزء ده بمنتهى البساطة حضرتك هتتعلم فيه ايه الابروتشز انا هسلف العميل. هل هسلف العميل حاجه سيزونال، حاجه موسميه استثنائيه جياله ومن الوارد انها ما تتكررش، او بتتكرر كل مره في السنه يعني مره واحده في السنه او كده، ولا بسلف العميل نقدر نقول ايفرجرين
بصورة مستمرة مكمل معايا، الحساب شغال، احنا مش هنقفل غير لو هو سابني او قفل الاندستري بتاعته، ولا حضرتك بنتكلم في حاجة في لونج تيرم؟ ده راجل بقى عايز يجيب خط انتاج وعايز يجيب مصنع وعايز ينشئ بيزنس و و و و، فبتكلم في حاجة اسمها حاجة لونج تيرم. فهتعلم ان كل واي من دول ليها فيتشرز. لازم اتعلم ايه هي الفيتشرز بتاعتي علشان ما ينفعش اخرج بره الفيتشرز دي، ما ينفعش ان انا ابعد عنها، ما ينفعش ان انا اخرج بره الفورمات بتاع الوي اللي انا مسلف ريجاردنج بيها. وبالتالي هيبقى فيه كونديشنز، وبالتالي هيبقى فيه كوفننت، وبالتالي انا لازم اتعلم في الجزء ده ما يسمى بليس ستراكشر، هاو تو ستراكشر الفاسيليتي اللي العميل هياخده. ولازم في الجزء ده هتعلم ايه هي البرودكتس اللي العميل هيستلف ريجاردنج ليها. كتير مننا ممكن يسمع ده في حاجة اسمها اوفر درافت، جاري مدين. هل الجاري المدين نوع واحد؟ لا. حضرتك بنسمع في بعض الاوقات ميديوم تيرم لون، ايه هو؟ حضرتك في بعض الاوقات بنسمع ان احنا ندي العميل لون. طب هو حضرتك اللونز دي انواع، حضرتك تقدر تقول في حاجة اسمها ميزانين لون، في حاجة اسمها بريدج لون، في حاجة اسمها بالون لون، في حاجة اسمها بوليت لون. كل دي برودكتس، البرودكتس دي كلها كل برودكت منهم له الفيتشرز بتاعته، له الطريقة بتاعة السحب، له الطريقة بتاعة السداد. فكل ده بالنسبة لنا لازم نبقى فاهمين. وبرضه في الجزء بتاع اللاندنج راشونال لازم نبقى عارفين ما يسمى بالفاينانشال جاب، الفجوة التمويلية اللي العميل هيبقى محتاجها واللي احنا هنشتغل على أساسها. طب هي بتتحدد ازاي؟ بنشتغل عليها ازاي؟ بنحسبها ازاي؟ هل في طريقة واحدة للحساب ولا أكتر من طريقة؟ كل ده هنتعلمه لما نيجي نتكلم على الجزء بتاع اللندنج راشونال. يبقى احنا شفنا الأرقام بتاعتنا والقوائم بتاعتنا، عملنا تحليل مالي للقوائم بتاعتنا، شفنا ايه الواي اللي هنسلف العميل ريجاردنج ليها. كل ده مهم بالنسبة لنا، وكل ده لازم نبقى متعلمينه وعارفينه كويس أوي. رقم 4 بالنسبة لنا، لازم هنتعلم الكاش فلو أناليسيس. وليه الكاش فلو لوحدها ادينا لها موديول؟ لان بمنتهى البساطه يا جماعه، انا لما بسلف العميل بسلفه كاش، طبيعي لما يجي يسدد لي يسدد لي كاش. يبقى حضرتك انا شغلي الشاغل وهمي الاساسي انا كراجل سلفت حد الكاش، فلازم افهم الكاش بتاع العميل بيجي له منين وبيستخدم فين علشان اقدر اطمن. طب ايه اللي بيحقق لي الموضوع ده؟ هو الكاش فلو ستيتمنت اناليسيس. علشان ده بيحقق لي وبيوريني حاجه اسمها الكاش جيرني، رحله الكاش، رحله النقديه عند العميل جوه الشركه بتاعته. الكاش جيرني دي بمنتهى البساطه هي دي اللي بتطمني ان الراجل ماشي صح، الراجل بيستخدم الكاش اللي معاه بطريقه سليمه، الراجل ده انا مش قلقان ان انا سلفته. فعلشان كده لازم افرد جزء كده اشرح فيه وانالايز فيه الجزء المتعلق بالايه، بالكاش فلو، والا هيبقى عندي مشكله. ومش هيبقى عندي مشكله قليله، هيبقى عندي مشكله كبيره ان انا مش فاهم العميل شغال ازاي. لان مهم قوي نبقى عارفين يا جماعه في فرق بين البروفيت، ان العميل بيكسب، وان العميل عنده كاش. في فرق بين الاثنين. حضرتك ممكن تكون بتكسب لكن ما عندكش كاش. ليه؟ لان حضرتك عندك بيع اجل كتير لسه ما حصلتوش. يبقى انت ما عندكش efficiency. يبقى لازم نبقى فاهمين ان الدنيا متربطه كلها ببعضها. يعني الاسيت مانجمنت كان هيبان شكلها مش كويس، وهشوف الموضوع ده بعينيا لما اجي ابص على حته الايه؟ الكاش فلو اناليسيس. مهم قوي النقطه ديت ان احنا نبقى عارفينها. طبعا كل الكلام ده احنا just we talk about intro، بنتكلم introduction بس.
خامس حاجة حضرتك هتتعلمها إن شاء الله ما يسمى بالبروجيكشن. البروجيكشن هو عبارة عن إن حضرتك بتعمل تنبؤات. حضرتك علشان لازم تبقى فاهم، إحنا ما بنسلفش for past وبنسلفش for present، أنت حضرتك بتسلف for future، حضرتك بتسلف لبكرة. وحضرتك عشان بتسلف لبكرة يبقى حضرتك you must predict، انت لازم تتنبأ، لازم تتوقع هو العميل هيقدر يسدد لحضرتك ولا لا. فريجاردنج المجموعة من الأسامشن، الافتراضات، الأسامشن دي زي ما هنتعلم هتبقى ليها علاقة بالبيزنس ريسك اللي عملناه، ليها علاقة بالبلان اللي العميل حاططها، ليها علاقة بالهيستوريكال بوزيشن بتاع العميل في النمبرز بتاعته. كل ده بالنسبة لنا هنترجمه في موديل هو سيمبل، يعني مش هيبقى موديل كومبليكيتد. نقدر نقول العميل يعني under assumption معينة ان الراجل ده لو باع بزيادة عن السنة دي مثلا بنسبة ما، او ألف مبيعاته بنسبة ما، الراجل ده ممكن يقدر يسدد لنا المبلغ اللي احنا هنسلفه له. أخذًا في الاعتبار ان البروجيكشن اصلا هو نفسه هيقول لحضرتك العميل عشان يحقق الخطة ديت هو محتاج فلوس قد ايه، قال محتاج 1.2 مليون، فعشان يحقق البلان اللي هو حاططها فهو محتاج مبلغ معين. المبلغ ده حضرتك بتقول طب انا لو اديتوله شكل النمبرز بتاعته هيبقى شكلها عامل ازاي، الديت سيرفيس هو هيقدر يخدم عليه ازاي. فريجاردنج لكده انا محتاج اشوف ده بعيني، لان بمنتهى البساطه ميزه البروجكشن او الموديل اللي احنا هنشتغل عليه ان هو بيقول لحضرتك لو العميل ده خد المبلغ ده under الاسامشن ديت والظروف ديت هل هيقدر يخدم عليه ولا لا. فبناء على كده معنى الكلام ان حضرتك انا بوريك قبل ما تسلف العميل ان العميل ده لو مشي وفقا للي احنا حاطينه الراجل ده هيقدر يسدد. فتخيل بقى ان انت من قبلها انت عارف ان هو هيقدر يسدد، طبعا دي حاجه كويسه جدا وحاجه ممتازه وحاجه عظيمه. بناء على كده لو حبينا نلخص الجزء بتاع الانترو ده بالنسبة لنا وجينا نتكلم احنا اجمالا المفروض ان شاء الله في الكريديت كورس اللي احنا هندرسه ان شاء الله مع بعض او احنا هنتكلم فيه ان شاء الله مع بعض، هو عبارة عن ان حضرتك بتعمل analysis. الاناليسيس دي قلنا في حاجة اسمها business risk، في حاجة اسمها financial risk. قلنا business risk بنتكلم في macro analysis، بنتكلم في industry، بنتكلم في leadership، بنتكلم في obligor، بنتكلم في concentration، بنتكلم في contingency. ولما جينا اتكلمنا على financial risk قلنا هنتكلم على حاجة اسمها data integrity، هنتكلم على FSA Financial Statement Analysis، هنتكلم على Lending Rationale مناهج إقراض، هنتكلم على Cash Flow Analysis، هنتكلم على Projection. اللي قدام حضراتكم ده يعتبر ده Structure بتاع Analysis بتاع Credit Course، وده اللي حضرتك احنا هنبدأ نشتغل عليه إن شاء الله اعتبارا من الفترة اللي جاية بأمر الله من الليكتشر اللي جاية. هيتبقى في الانترو بتاعتنا يعني ما أقدرش أقول ليكتشر كاملة، لكن هيتبقى في الانترو بتاعتنا نص ليكتشر هنتكلم فيها في نقطة واحدة بس، وبعدها هنبدأ نتكلم على الماكرو أناليسز. أتمنى أن الموضوع يكون واضح لحضراتكم، الاستراكشر اللي احنا هنتكلم بيه والانترو بتاعت الكريت كورس تكون واضحه لحضراتكم. اتمنى كمان ان انا لو في اي فيدباك نيجاتيف او بوزيتيف اسمعه منكم، وان شاء الله الفتره اللي جايه لما هندخل ان ديب الموضوع هيبقى الديتيلز فيه شيقه،
وإن شاء الله تعجب حضراتكم، وربنا يجنبكم كلكم كل شر يا رب، وأشوفكم على كل خير، ومبسوط إني معكم.